هلا والله شباب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جايكم فيديو جديد على لعبة كول اوف ديوتي مودرن وارفير، وان شاء الله بهذا الفيديو حيكون قصير بس راح يحل مشاكل هواية ناس تصفرت لفلاتهم. مثلا هسه اني ليفل 133، بس اذا ضغطت ضغطة واحدة راح يتصفر ليفلي ويرجع ل 56. فانتباه يا شباب اللي تلعبون كود، انتبهوا لهذه الشغلة بعد تحديث 1.15. هواي ناس وانا من ضمنهم اجاني هذا التحذير، يطلع لكم اول ما تخلصون التحذير وتشغلون اللعبه اعطاكم تحذير ايرور، يقولكم انه انتم ما محملين النسخه او ما عندكم مشكله بتحميل النسخه، فلازم ترستون الرنك مالتكم. يطلع لكم اختيار يس اور نو. بهاي الحاله ايش راح تسوون؟ الحل بسيط كلش، كل عليكم اللي هو تسدون تطبيق اللعبة وترجعون تشغلوها مرة ثانية، وإذا طلع لكم مرة ثانية هذا الاختيار ارجعوا مرة ثانية سدوا اللعبة وارجعوا افتحوها مرة ثانية، ما راح تخسرون أي شيء من اللعبة. أهم شيء ما تختارون أي اختيار، طبعا إذا اختاريتوا نو راح يطلع لكم فشل بالاتصال بالسيرفر. أنا جربتها، سويت إغلاق التطبيق. طبعا إذا كررت هذه الحالة وما استطعتكم اللعبة، طفوا اللعبة وسووا اختبار للبلاي ستيشن ورجعوا شغلوا اللعبة مرة ثانية. وإذا تكررت، أنا تكررت عندي مرتين هاي الشغلة، ظليت مرتين أسد اللعبة وأشغلها، أسد اللعبة وأشغلها، وأسوي اختبار بين مرة والثانية وضبطت عندي الشغلة وكل شيء تمام ولعبت اللعبة. هذا كل موجود هذا الفيديو. مضمون الفيديو اللي هو كان تنبيه اللاعبين الناس يلعبون كود انه حرام يخسرون ليفلهم والتعب اللي تعبوه بهذا السيزون. ان شاء الله كنت افيدكم بهذا الفيديو. لا تنسون لي من اللايك والدعم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وشاركون الفيديو بكل مكان حتى يستفادون كل الناس اللي يلعبون كود وما يخسرون رانكاتهم وتلفيلهم باللعبة. اشوفكم ان شاء الله فيديو ثاني، وسلام.